للمشاركة في برنامج سايكولوجي يرجى الاتصال بالأرقام الآتية 07504-513314 07726-00014 أو عبر البريد الإلكتروني r@ishtartv.com. مشاهدين من فضائل عشتار نحييكم أطيب تحية مقرونة بأصدق مشاعر المحبين للثقافة النفسية، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سايكولوجي. أحبتي أصدقائي متابعي برنامج سايكولوجي، في كل حلقة كالمعتاد نسلط الضوء على محورين، الأول عن موضوع وثيق الصلة بحياتنا اليومية، والثاني عن رسائلكم. وباستثناء بعض الحلقات بعمر كذا تلاحظون أعزائي المشاهدين، سلطنا ضوء أكثر من حلقة عن أحوال النازحين، وهذه لأنه ظاهرة اجتماعية واضحة مؤلمة مثل ما قلنا في أكثر من حلقة، لعراقي حاليا إذا مو نازح قريبة قلق عليه يحكمه الألم. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين راح نسلط ضوء عن الضغوط النفسية التي يواجهها النازح من جانب، شو نسوي حتى، ما المطلوب حتى النازح يعزز ويحفز، وخلينا نقول نساعده حتى هو يساعد نفسه، مقاومته تصير أفضل للمشاكل النفسية والاقتصادية. إذا تلاحظون عند النازحين تحديدا لا استقرار اقتصادي ولا أمني ولا سكن ولا ولا ولا، والخوف المجهول لا زال قائم، والقلق الدائم لا زال قائم عند كل نازح، وهذا شيء واضح في كل أكيد. اليوم أيضا ضمن هذا موضوعنا راح نسلط الضوء على تحديدا السلك الجامعي والتربوي، اللي طبعا كل الناس كل الدنيا تعرف الجامعة لها دور في تطوير البلد، والكوادر العلمية لهم دور فعال في تحسين النوعي لبناء البلد. ما مصير هؤلاء؟ أستاذ جامعي معزز مكرم، طالب جامعي فرحان راح يتخرج كم شهر أو راح للتخرج، وإذا اقتلع من جذوره من أحلامه، ترك جامعته، ترك طموحه، وترك زملائه، وترك ذكرياته وكتبه ومكتبته في البيت. أكيد على هذا الموضوع هنسلط، ولإغناء هذا الموضوع بعد شوية أعزائي المشاهدين راح نعرفكم على نخبة من الضيوف الجامعيين، سواء كان طلبة أو أساتذة جامعيين أو التربويين، حتى أكيد يصير نغني الموضوع. بشكل عام أعزائي المشاهدين عدنا أكثر من رسالة في الجزء الأخير من برنامج، فقط المهمة اختاريناها راح نقراها، لكن المشاكل النفسية واللي بعض النازحين دازينا أكيد راح اليوم عدنا عدد ما يكفي الوقت وفق العدد وضيوفنا الموجود حتى نجاوب على كثير من الأسئلة. بس بشكل عام احنا لازم نقول موضوع مشكلة النازحين هي الأولوية، يعني عيون تبكي وقلوب يعصرها الألم، تشوف أمايا تقول لي أنا بعيوني ملاحظة فعلية بين هذا وذاك، رحنا لهوك، رحنا أكثر من مخيم النازحين، ومايا تبكي بدموع محصورة بقلبها، تقول لي ابني 10 سنين دزيتها دا يشتغل في الأسواق الشعبية، إن فلوسنا اللي كان عندنا صرفناها بعد مين نجيب، وهذا المليون المخجل أكثر من مشكلة راح نطرحها في إحدى رسائل. واحدة أم صفاء دازتنا رسالة، أم راح نوضحها لكم،
لكثير من النازحين مدى يوصل هذا المبلغ المليون لأسباب أحيانا غير مقنعة ولأسباب أسعادة تجحف بحق النازح. أعزائي المشاهدين، يعني حتما الأرقام اللي تشوفوها بالشاشة إلك أنت أيضا عزيزي المشاهد رأي ومداخلة، شيء ما يعجبك أو قصدي عندك رأي بديل أفضل من ضيفنا أو ضيفتنا أو من عندنا إحنا كمعدية مقدمي البرنامج أو الكادر البرنامج، أرقام اللي تشوفوها بأسفل الشاشة والبريد الإلكتروني، بإمكانك تدزلنا رسالة نصية عن طريق الموبايل وتعزز من مستوى حلقتنا، لأنه برنامج سيكولوجي لكم وإليكم وفي خدمتكم. حول موضوع المشاكل النازحين تحديدا والطلبة الجامعة تحديدا، خلينا نقول السلك الجامعي، تعالوا معي أعزائي المشاهدين عرفكم على ضيوفنا حتى في البدء نتطرق إلى مشاكل الطلبة وأساتذة الجامعة والتربويين، بعدين ننتقل إلى الضغوط النفسية للنازحين. أعزائي المشاهدين، اليوم تعالوا معي نعرفكم على ضيوفنا وهم الدكتور يوسف فرانسيس أستاذ جامعي مية تل أبيب، والدكتورة أحلام عواص أستاذة جامعية أيضا مية تل أبيب، وعندنا الرائدة إشوع تربوية يا هلا، وعندنا سارة عصام هي مرحلة رابعة علم النفس كلية التربية في حمدانية، أهلا وسهلا سارة أختنا، وعندنا كارمن لوثر طالبة كلية التربية علم النفس أيضا مرحلة الرابعة، نتشرف بيج أخت كارمن، وعندنا سام صبحي كلية التربية أيضا مرحلة رابعة علم النفس، وعندنا ميسم زهير مرتلة، أهلا وسهلا أختنا المرتلة، ويرافقها العازف سام نوئيل، وعندنا براء فرج كلية الطب مرحلة خامسة مية تل أبيب دكتورة المستقبل، دكتورة المستقبل نشرف بيج، وعدنا أخيرا يوسف نمرود أيضا كلية الطب مرحلة الثانية الشرف. دكتور يوسف، ندخل رأسه الموضوع، شو أخباركم؟ أخبار الجامعة الحمدانية؟ الحمد لله الأخبار إن شاء الله. لا زالت اكو تشاؤم من قبل الطلاب وش راح نسوي امتحاناتنا، يعني بدت امتحان النازحين تحديدا طلبه النازحين، يعني مشاكلهم، يعني ان شاء الله بعد تعرفون استاذ رفيق بعد جهود مثمره اللي بديتوها من خلال جمعيه حدياب، وجهودنا ايضا مثمره بالتعاون مع اخوتنا في الوزاره ومع جامعه نينوى، قدرنا نأمن امتحانات التكميلية إن شاء الله، يعني امتحنوا الطلاب، امتحنوا إن شاء الله، ومتوقعين عن نتائج خلال أيام إن شاء الله. زين، أنت إيش تعتقد؟ خلينا نقول نجي دائما إحنا مرات نقول هذا فرضية وصحة الفرضية نتيجة بحث الصحة، ما نتأكد كبرنا من سيكولوجي، صحة الفرضية ماكو طالب فاشل، أكو مدرس فاشل، إذا أكو مدرس جيد يقود الأعمال الإدارية والعلمية فحتما الطالب، فأنتوا نبدي معاكم كأساتذة جامعيين. هسه تجد تلاحظ من خلال لقاءاتك كلجنة التنسيق، تنسيق جامعة حمدانية، أنت منسق حاليا، تجد تلاحظ شنو أبرز شكاوي، سواء كان شكاوي الطلبة أو أساتذة الجامعة، شنو أبرز مشاكل اللي تلاحظوها حاليا؟ أستاذ رفيق، إحنا نحكي عن مشاكل طلبة الجامعين، إن شاء الله بعد بعد أداء الامتحانات خلص من مشكلة، يعني مشكلة كبيرة كانت إن كانت طلبتنا وكانت طلبة جامعات محافظة نينوى. فإن شاء الله المرحلة الأولى خلصت، باقينا النتائج، إذا الطلبة ما توفقوا بالامتحان التكميلي أكو دور ثاني إن شاء الله، ويعني كمرحلة امتحان الامتحانات إن شاء الله تكتمل هاي. طيب دكتور، بس لكن نقول ما بعد، أي ما بعده، يعني قصدي واحد امتحان صار ثاني طبية صار ثالث ما بعد، احنا هسه نجي على ما بعدها، هي تبقى جهود مشتركة إن كانت بالإقليم، إن كانت بالوزارة الاتحادية، وإن كانت حتى من الجانب الديني توفير بعض الإمكانات مثلا، يعني احنا ما ننسى دور الجهات الكنسية ممثلة بالهيئة مال الأساقفة اللي يقودها
مطران وردة، جزيل الاحترام جميعا، انه سيادة بشار وردة قاموا بجهد كبير، ومن خلال برنامج بصراحة اللي انعرض على قناة اشتار انه كان عندنا تواصل وياهم، قدرنا نأمل انه الطلبة كلهم يمتحنون من خلال نقلهم بصورة مجانية، وكانت اكو هناك سلاسة في نقل الطلبة. لكن نقول ما تبقى هو الكثير، احنا اللي اشتغلناه هو قليل مقابل طلبات الطلبة وحقوقهم. هي ما طلبات، هي حقوقهم، لازم يكمل تعليمه وفق شرعة حقوق الإنسان، ومن حقه التعليم. إذا احنا ما قدرنا نوفر له هذه الفرصة ممكن يصير يعني المصير للمجهول، وممكن تزداد الهجرة. بصراحة قبل ما نطب سألت مجموعة من الطلبة أنه أكو ضمن المجموعة الطبية اللي تعتبر أرقى الكليات اللي عندنا، اللي توفرنا أطباء اللي يخدمون المجتمع، أنه بحدود ربع الطلاب اللي كانوا بحدود للمجموعة الطبية للكليات الأربعة، يعني هم ما يفكرون، هم سافروا. هاجروا. فهاي النقطة محتاجة جهد متكامل مع حكومة الإقليم. ممكن أن يكون دوام مسائي، لكن بعض الكليات محتاجة قرار، ممكن نقول قرار سياسي، قلال خدمي، ممكن أن الطلبة نعيد تنسيبهم إلى إقليم كردستان ضمن كليات الطب والهندسة وباقي الكليات الأخرى اللي بعدنا، جامعة صلاح الدين، جامعة دهوك اللي هو قريب من بغداد، ممكن أنه يستمر في دراسته أيضا في هذه المرحلة. يعني إلنا بصراحة يعني إلنا فد عمل يمكن إن شاء الله مثمر خلال الأيام القادمة في بغداد. شنو السر يعني أكثر الطلبة اللي نلتقي بهم نشوفهم متشائمين، يقول أنا لا عندي مادة دراسية، يعني واحد خلينا نقول يقول لا مادة دراسية عندي، لا عندي، ما أعرف وين راح أداوم. يعني هذا الكلام اللي نقول إحنا، ما تقول إحنا ما قصرنا، أكيد كل شيء سوينا ما شاء الله، بس كلامك حلو، ما احترامي للدكتور، مو قصدي، يعني كثير من الإداريين كلامهم ربيع بس تنفيذهم مو ربيع. ما اقصد لك الطالب يريد تطلع الاسماء داوم بالكليه الفلانيه في جامعه صلاح الدين، انا لو بعد وقت اتاخر الى متى؟ الحلقه بدها تفتر مخها كما نشوف، مو احنا نقول، كما نلاحظ من استجابات الطلبه حتى مجال الشغل نفس الحاله، بس بعدين نجي شغل والهجرة. اكثر يقولون استاذ رفيق ترى احنا نشوف، يعني ماكو شيء محدد ودقيق لحل مشكلة استاذ رفيق، افضل تحديد الجامعة وين رجعهم الى متى. يعني استاذ رفيق احنا نعتمد التقويم الجامعي اللي يخص جامعات نينوى. انتم مثل ما تعرفون اللي صار بمحافظة نينوى وبلدان سهل نينوى الجنوبية والشمالية، احنا هسه ضمن التقويم الجامعي ضمن الفترة المعلنة من ضمن وزارة التعليم في بغداد، لحد الان كل الاجراءات سليمة، لكن مسألة بدء الدوام أو يعني من عدمه أو تأخره هذا ما هو فد مشكلة. إحنا إذا بدينا حتى إذا واحد 12 بالبرنامج السابق ويا أستاذ توفيق هم حكينا بها، إحنا حتى إذا بدينا واحد 12 يعني إحنا ما ننسى أغلب الأساتذة هسه في إجازة مفتوحة، ممكن أن نسير أن الدوام يبقى إلى 1/8. موافقة مبدئية صايرة إن شاء الله، صايرة موافقة، طالعة موافقة مبدئية إن شاء الله، الطالب يطمئن يصير الأمل ليتشارك إن شاء الله. طيب هذا ما يتعلق بجانب التربوي، نجي دكتورة سحجين التربوي، أعتقد دكتور نطال الطلاب اللي أساساً جتينا هواي أسئلة بعد يجوز حتى ما كنا نجاوبها، شو نسوي كثير من الطلاب رسائلنا أعزائي المشاهدين. استمعت دكتور يوسف هو منسق ويقول موافقة مبدئية منتهية وإن شاء الله يداومون الطلاب. دكتورة أنت كأستاذة جامعية إيش تعتقدين المشاكل النفسية اللي يواجهها النازع، أو إذا عندك رأي آخر ممكن تقولي، وأنا سؤالي سؤال برنامج هو شنو أبرز حالات النفسية اللي تشوفيها تحديدا الطالبات؟ الطالب يفرغ انفعاله، يروح شيخانة، يروح سينما، بس الطالبة يعني مقيدة بتقاليد المجتمع، شنو أبرز مشاكل اللي أنت تلاحظيها النفسية كونك أساسا دكتورة في علم النفس؟ أبرز مشاكل نفسية تلاحظيها شنو؟ نعم، الحقيقة بداية أنا أحب أشكر قناة عشتار الفضائية
على التماس مباشر مع المواطنين ومع النازحين تحديدا، وتتعرف على كل المشاكل لكل شرائح المجتمع وتبرزها أمام المواطنين. ثم أشكر برنامجكم اللطيف أستاذ رفيق، ففعلا نحن يعني الآن الطالب بحاجة ماسة لأن أحد يعبر أو يعرف شنو هو اللي يحتاجه. فالحقيقة نحن مع التماس مباشر مع طلابنا، أول ما طلعوا كانوا الخوف مسيطر عليهم، القلق، الألم، حالتهم النفسية تعبانة بشكل جدا كبير. طيب. بعد فترة الحقيقة الوزارة مشكورة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في الإقليم مشكورة، كان اجتزنا مرحلة جدا مهمة اللي هي الامتحانات، أبدت الراحة لطلابنا، ارتاحوا فعلا راحة نفسية، شعروا بدينا نحن نحس ان هم مرتاحين، لكن اكو فد حزن بداخلهم، اكو فد ألم، فد قلق. امتصينا، حاولنا امتصاص هذا القلق، شلون نحن ما عدنا ملازم، ما عدنا مناهج، شلون راح نمتحن. هذه بالبداية القلق، الخوف مسيطر عليهم بشكل جدا كبير، انفعالاتهم كلش كبيرة كانت. فوجهناهم إلى مصادر وإلى انترنت، والحقيقة يعني سارت الامتحانات بشكل جدا سلس والحمد لله. أما المشاكل اللي حضرتك السادة تحكي عنها، أنه البنات مشاكلهم يمكن أكثر من الولد، الحقيقة القسم كثير من بناتنا عانوا ما عانوا، طلعوا يعني بشكل أخذوا معهم الأشياء اللي جدا بسيطة. فتعرف البنت في سن معين اللي هي صبية تحتاج إلى وجود، إلى من يقدر قيمتها، إلى من يعني تحتاج إلى الناس يعرفوها، الناس يشوفوها. تحتاج إلى أناقة، تحتاج إلى أناقة، تحتاج إلى فلوس، تحتاج إلى نعم. هي مرغوبة مع ذاتها بالضبط، هذه طبيعة البنت، طبيعة فإذا هوني البنات يعني شوية عندهم هذه المسألة، أنه أكو إيجارات، أكو الناحية الأزمة الاقتصادية، الغلاء المعيشة، الغلاء، فأثرت على حالتهم، تعبانين بشكل أكثر. لكن إن شاء الله يعني إحنا، أنا أوجه كلامي لكل البنات وللشباب أنه إرادتنا أكبر من هذا، والحياة ما فد مشكلة أنه الزينة هي أكثر من اللازم، لا بالعكس، البساطة، الروح الجميلة، اللطافة، هي هذه كلها تعبر عن جمالية الإنسان. فيجب أن يكون عندنا ثقة كبيرة بنفسنا، هذه اللي أريد أن أوجهه لطالباتنا، يجب أن يكون ثقة، يجب أن يكون إرادة قوية، يجب أن نجتاز كل الصعوبات اللي تواجهنا. هذه حياة، حياة متلونة، يوم ألم، يوم حزن، يوم قلق، يوم فرح، حياة. صح نحن اليوم نعيش بضغط نفسي جدا كبير وجدا قوي وقاسي، لكن هاي طبيعة الحياة. يمكن نحن يجب أن يكون عندنا إرادة، يجب أن يكون عندنا ثقة، يجب أن يكون عندنا طموح. كلام السليم دكتورة، جميل كلامك، جميل، لكن إذا سألنا على ضوء كلامك، إجابتك خلقت سؤال آخر، ما المطلوب لتحسين الصحة النفسية؟ شو نسوي؟ يعني نعم، مقاومة هاي الشابة تكون أقوى، تفاؤلها يزيد، ما المطلوب تحديدا؟ كلام عام، ثقة بالنفس، لازم احنا ما نكبر المواضيع وهذا قدرنا بلا بلا، لكن تحديدا نعم، المفروض مسؤولية من يقوم نعم بهذا أكيد. الواجب، حتى هاي البنية تباوع على نص المليان للقلاص، ما تباوع على نص الفارغ، تباوع بتفاؤل، ما مطلوب. هو الحقيقة مسؤولية المجتمع بأكمله، مسؤولية السياسيين، مسؤوليتنا نحن انه نبث روح الأمل والتفاؤل. إذا صار الدوام مثل ما تفضل الدكتور، إذا إن شاء الله راح يصير دوام، فأكيد البنات الطالبات راح يكون عندهم فد شغل، دراسة، تتجدد حياتهم، تتجدد مسؤولياتهم. مجتمعات مدنية، نوادي اجتماعية ثقافية، ما لها دور؟ المجتمعات المدنية، نحن مجتمعنا يعني شوية مقيد، يعني ما يسمح لأنه ينطلقون أكثر، لكن أكو نوادي رياضية مثلا، أكو نوادي ترفيهية، نوادي، أكو مجال قراءات. احنا نعم. بنية من تروح على الأقل تنسى نفسها، تتفاعل تفاعل اجتماعي مع هذا وذاك، وجود جديدة، مو هذا شوية تخفف؟
أكيد يخفف الانتماء إلى بزك عوالي من هون لا لا تروحي أكيد هنادي اجتماع مو أنا ما ذكرت لك يعني كلهم يعرفون رح يحبوني منا خلاص وش نعرف يحكي واحد يحكي الثاني دي البالك ما أدري شنو هاي المسائل مو سلبية تحطم يعني تقيد أكثر الدائرة طبيعة المجتمع أستاذ رفيق طبيعة المجتمع نحن عندنا عادات تقاليد قيم لا نقدر أن نتجاوزها البنت دائما نحن في مجتمعنا محافظين عليه أكثر من اللازم كثير من العوائل ما تسمح البنت إلا مع أخوها أو مع عفوا دكتورة إحنا ما نقدر نتجاوز تقاليد المجتمع لا أكيد طيب يعني إذا ما نقدر عيني عينك مجتمع مرات كشكل عام يعني مرات يقول شخص يكون صح من يموت مثل سقراط مات قال من أخذ السم أو قال له من قتلوه عدموه قالوا كافر شلون الأرض تفتر بعدين كلهم طلعت صح القليل طلع خطأ هذا كمثال شنو رأيك إذا احنا ما نتجاوز تقاليد المجتمع عيني عينك بنية المجتمع نفسه ومجتمع منه إما عائلة أو خوف من قيل وقال تروحين برا ممنوع لأن شنو ممنوع تتأخرين ممنوع زين هذا المجتمع انه هو منه اخي البنيه ابو البنيه اخوها يقولها شنو تتاخرين ناس يعرفوك بينما هو دائما يصيح على اخته بس واحده غريبه اموت عليها يجي يشرب يصرف عليها وبالليل ما انام واحترمها واذا تطلع وياه واحده غريبه نفسه نفس المنطقه من نفس البيئه اذا تطلع وياه برا عادي بس اذا اخته تتاخر او بنته تتاخر يظلموها زين إذا مجتمع واحدة 100% أقصد رباط الحجي صاحبة حق ما مسوي شفرة مجرد غادي نادي اجتماعي ويا جماعة اتأخرت ساعة بتسعة الليل طالب جامعي وياها طلاب حتى تشوف دنيا مجتمع ما يقول شنو يعني بس هي المجتمع يخليها بين جدران مطلق نعم. مثل سجن هالشكل شوف حياتها طبعا هي الثقة الموجودة بين البنت وبين العائلة ايه؟ والتربية الصحيحة لمن العائلة تكون واثقة أيه؟ إنه تربيتهم صحيحة. بس مرات حتى تكون واثقة متعلم مثقف. تطلع ممكن هو أكثر يعني. الناس يحارب نحن ما ضد الصداقات ما ضد الزمالات نهائياً. مو صداقات ما يقبلها المجتمع. مو صداقة الصداقة الحرية بالمعنى الانفلات وإنما صداقة المعبرة ذات الهداف يلتقون زملاء مع بعضهم يجلسوا مع بعضهم بفد نادي فد كافيتيريا قبليها مسألة نعم طبيعية نعم مسألة طبيعية نحن مجتمع جامعي نحن نقبل هذا مو أختك مو أقربائك بقى هذه يعني أنا ما أقدر أحكم على عقليات الناس كلها لكن نحن كمجتمع جامعي الطلاب الطالبات زملاء يعرفون حدود الزمالة يعرفون شلون دا يتصرفون يعني ما شفنا لي حد الآن إنه حرية أو انفلات أكثر من اللازم أبد حرمة جامعية موجودة يتعاملون كأخوة كأصدقاء كلام سليم آخر نقطة حتى نجي إلى ست رائدة تربوية حتى بعدين نرجع عليك آخر نقطة هو ماكو انفلات أشياء معقولة نشوفها كلام سليم بالمقابل انت دا تشوفين هاي الحاله ما شفتي اكثر من حاله هذه الشابه سواء كانت بالبرطله بتعنكاره بت اي مجتمع شرقي اللي بعيش بيه هي هم نازحه هم يحرموها ما تطلع بالبيت هم ما ادري شنو هاي ما شفنا اكثر من شو اسمه انت ما تلاحظين هاي الام او طالبه هم نازحه هم يحرموها يعني ما تطلعين هذا بدير بالك ما ادري شنو انت ما شفتي اكثر من حاله هاي نعم. حرمان الفتاه نعم. من التفاعل الاجتماعي الشرعي الطبيعي ما عدا كنيسه اذا رحت كنيسه اي اذا رحت نادي كأكات نادي رياضي نادي اجتماعي لا شلون اي روحي كنيسه وين خالد ما خاف كنيسه على راسي اي بس مرات نادي اجتماعي يحرموها انا هذا اللي لاحظته اللي مرات اشوف ردود افعال الجانب النفسي مدهور يقول ازدواجي يعني اخويا هي تقول لي اكثر من ملاحظه فعليه سويناها ولقاءات التقوا بينا يعني بنات استاذ احنا ما نقدر نادي نادي الفنانين نادي الاجتماعي نجي الكنيسه ممكن بس هذا اخويا ما يقبل ما تقبل ابو زين يعني هاي تعتقدين هاي حاله سليمه صحيح نعم هي الحاله اكيد ما هي سليمه لكن هي وجهه نظر العائله يعني انا ما اقدر احكم على ثقافه كل العوائل ولا اقدر اتحكم انه هذه العائله صح او هذه هم يشوفون انه هم صح هذه تحتاج لا الى توعيه تحتاج لا الى برامج تلفزيون نعم. نعم. الدكتوره انت اسف قاطعتك
انت ما تكتبي باسم العوائل بس انت مقياس علمي، انت علم النفس يعني شنو سايكولوجي يعني علم السلوك بدنا نحكي. ليش قاعد تسوي؟ هي ثقافه نفسيه للجميع. العائله ما تعرف احنا علميا حتى نقولها التصرف المعقول هو مقبول، ليش نحرم احرم بنتي اختي مجرد تروح نادي اجتماعي؟ عشان شنو الخلل؟ مع ما انت اذا شخص مو زين تمشي وياه وياك، بس نادي اجتماعي يحرموه كثير بناتنا وهم النازحات هم يحرموهم التفاعل الاجتماعي يدمرون اكثر. النازح والنازحة بحاجة إلى تفاعل اجتماعي حتى يجد نفسه بشيء آخر حتى ينسى نفسه، بس هم يحرمون. نعم، تبقى العوائل. نحن المطلوب هي ثقافة الأم، ثقافة الأب. نعم. إنه أنتم ربيتم وتعرفون شلون تربون هذه البنت، جزء من هذا المجتمع، يجب أن تتخالط، يجب أن تعرف، يجب أن تطلع. نحن نعرف يعني كلتنا نعرفها أنه إذا علمت مرأة علمت نصف المجتمع. أكيد أكيد. زين، لو كانت هذه البنت متعلمة ومثقفة أكيد هذه راح تكون أم صالحة بالمستقبل. فأنا كل ما كانت الضغوط أكثر، كل ما كانت البنت يحجبوها أكثر بالبيت أكيد راح تكون منغلقة، ما راح تقدر تتفاعل، ما راح تقدر تأسس أسرة صحيحة وصالحة. فبالعكس نحن نوعي الأمهات أنه يجب أن تكون الثقة بينك وبين بنتك أكثر، الأب بينك وبين بنتك أكثر، تعرف أنه أنت ربيت والبنت أكيد ما راح تخرج عن نطاق الـ 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 الغير المحدود. فإذا هذه اسمحوا لأنه مع زملاء بكافيتيريا بنادي اجتماعي بتبادل أفكار بتبادل آراء حتى نشكل هذه الشريحة المثقفة في المجتمع. كلام سليم، شكرا دكتورة. يعني ممكن نحكي ويا، شكرا دكتورة على إجاباتك. ست رائدة كتربوية، يعني بالمناسبة دكتورة قبل ما أجي رائدة هم ذكرت شيء كلش مهم، مرات الأب أو الأخ إذا ما ينطي حنية فيتامين الشخصية اللي هو خلينا نقول الحنان والاحترام، إذا أنا ما أعرف عيد ميلاد أختي، عيد ميلاد أمي، عيد ميلاد زوجتي أعطيها وردة، ما أعطيها كلام حلو، حنية وأمان وبحر من حنان، من ما شبعت النفس تكون جوعانة، راح تسلم لمن؟ واحد غريب. أي واحد يجوز يمدحها برا، يجوز داخلها تقول أول مرة واحد يمدحني، هنا أبوها ينزلها، أخوها ينزلها، ما أدري شو ينزلها، كلام جميل ما تسمح ما تسمح ما تسمح، والنفس تحتاج إلى غذاء. فواحد يعلق عليها ويا يا بس قد جميلة مدري شنو، داخله يقول أول واحد يمدحني بالبيت دائما ينزلوها غطية. هذا غذاء النفس. أكيد أكيد أكيد. العلاقات اللي بين الأسرة، علاقة الحب أول علاقة المفروض تكون موجودة بين أعضاء الأسرة. البنت إذا ما شافت الحب داخل البيت راح تفتش عنه خارج البيت. مو بس عاطفة، العاطفة صديقة. يعني نعم، هي كلها هذه الدفء العاطفي الإشباع. نعم، زوج الصديق وياك أكيد قبل. نعم. قبل الداعش، قبل الهجوم، هالشي اسمه النزوح، كان أكثر عصبي له هسه؟ لا، الحقيقة هو هادئ يعني. هو هادئ يعني ما فيك لاحظ. هو هادئ. أنت زوجك إذا ما يكون صديقك، هو الحياة الزوجية تكون مستحيلة إذا ما أكو تفاهم، إذا ما أكو محبة. أكيد. إذا أنت مو بحاجة مو تقدين، وإنما ما دام زوجي صديقك، هو هذا التشبع الفيتامين الشخصية من الحنان من زوجك، راح تتعاملين نورمال مع أي واحد، مسيطرة أنت. بس إذا زوجك عنف نفسي أكو دكتورة، هاي تكون واضحة لكل عوائل العراقية. أكو مرات عنف نفسي داخل البيت، الزوج دي باع على بار، الأمايا دي تطلع التلفزيون، البنت موبايل، ما حد يحكي مع الثاني، إلا يجي غطار يكون اجتماع، ماكو غطار كل واحد راح يقول كذا كذا وراح إلى طلبة. هي مو تدمر، تدمر تدمر تدمر. هي طبعا هي الحالة النفسية، هي الضغوطات النفسية داخل البيت وخارجه من جميع الأوجه. لكن نحن حتى نجتاز هذه المسألة يجب أن يكون عندنا نوع من المرونة، نوع من العاطفة، نوع من الانفتاح حول أو مع الأشخاص الآخرين، سواء بالبيت مع أولادنا مع زوجي مع أي شخص آخر يحيط بنا. إذا ما شبعنا أولادنا الدفء الحنان الحب، إذا ما صادقناهم إذا ما تفهمناهم، إذا ما عرفنا نتناقش معهم، أكيد هذه راح تبقى هما خطية يعني يعانون ما يعانون من هذه الحياة. شكرا دكتورة، شكرا جزيلا مرة أخرى على السؤال الأخير. أيضا تربوية عندنا رائدة. ست رائدة، أنت حاليا من جهتي لهنا، قولي لي بصراحة
كنت هناك انت برطله ولا قرقوس؟ برطله. كنت برطله حاليا اي شيء تتذكري اكثر بدك تحنيني له؟ اي جزء بالبيت؟ المطبخ، الحديقه، شنو ذكريات حاليا؟ الله لو كنت بايام شنو عندك شنو كانت اي بقعه بالبيت كنت تحبيها اكثر؟ شوف استاذ انت لا تقلب المواجع علي، خليني احكي. يلا. طبعا يعني كل واحد طلع من برطله او من قرقوش او اي منطقه وبالدرجه الاولى البيت. البيت المكان الدافي اللي كان يعني محتوينا كلتنا. طيب. العائلة أحن على أبسط جزء من البيت. هاي يعني ما بيها نقاش. وأحن بالدرجة الثانية إلى مدرستي. مدرستي عزيزة علي. وشغلي يعني حياتي كلها بالشغل، 32 سنة خدمة مقضيتها مع الطلاب ومع زملائي المعلمين والمعلمات. يعني ما أعرف إيش أقول لك. الطلاب أطفال هنا اللي تشوفيهم كنت تدرسيهم هناك حالياً؟ كنت أدرسهم موجودين، ومع الأسف التقيت مرة جاء أبو المسواق طلعت برا دا أتسوق من السيارة ويعني فجأة وانصدمت شفت طالب بصف سادس ابتدائي من الأوائل دي ساعد أبوه بالمسواق دي بيع مخدر. ما أنا أول مرة ما شفته. الأب قال لي وين شايفك؟ ها أنت سترائدة مديرة يوسف. قلت له إيه يوسف الشونة من شافني الطالب تخبى. قلت له وين يوسف؟ قال هيان يوسف كان طلاب الشطار من الطلاب المتميزين والشطار واللي أهله يتابعوه بالدرجة الأولى، وهو بالمناسبة كان نازح من الموصل. طيب. من الموصل كان نازح وجاء على برطلة والحمد لله صار نازح مرت اللخ وما يعرف بعت لي وين. شو اللي كان شعورك ما شفتي طالب مالتك؟ أولا صدمة وانقهرت يعني ما تعرف شو تذكرتي بالضبط؟ تذكرت يعني هذا الطالب مثال بالأخلاق، مثال بالذكاء، بالتحضير اليومي، وأهله يتابعوه بالدرجة الأولى، وهسه وصل لها الحالة أبوه يعني عاف شغله هناك. هاي حالة كل أكيد صح. كل أبناء سهل نينوى، فبيش يعيش مجبور يساعد أبوه. بس رائدة. نعم. انا رسالتي وصلت، شكرا جزيلا. حتى نتوقع الاخرين اقول لك شغله، يعني انت فعلا حاله مؤلمه صدتيها، واحنا تاثرنا كثير. طالب اساسا طفل مصر يشتغل يعني شغلات بالاسواق الشعبيه وغيرها، لان طفل وبراءته لازم. طالب قاعد فوق السياره ويصيح مخدر مخدر من الطلاب الشطار، يعني ما مرحلة يعني اطفال يعني شويه صعبه. تعتقدين انت كتربويه ست رائدة؟ نعم. شخصتي المشكلة أكيد، مو بس هذا الطب، مو بس يوسف مئات ألاف مثل أطفال نازحين، بالإضافة انحرموا من دراستهم وإنما يعيشون بين الكبار، يسمحون هذا ذبحوه وذاك قتلوه، هاي تدمر نفسيته في المستقبل. تعتقدين أنت كتربوية على الأقل كحل مؤقت، ما المطلوب لإعادة الابتسامة أو لإنقاذ هذول الأطفال من المستقبل؟ لأنه يعني واحد يدمر، عدوان يصير، مشاكل يصير في المستقبل. ما المطلوب لهذا الطفل أو مثل هؤلاء الأطفال الأبرياء حتى ننقذهم من الصدمة الحالية حتى مستقبل لا تتأثر؟ شلون احنا نقول نتنبأ؟ حنفهم المشكلة، نتنبأ بعدين نضبطها، صح؟ نعم. فهمنا المشكلة، نتنبأ. فهمت هذا الطالب محروم وده يبيع مخدر، أتوقع بأن مستقبل يتدمر. ما المطلوب هسه نفكر به حتى مستقبل هذا الطالب يتدمر تحديدا الطفل؟ ما المطلوب؟ يعني ضروري وضروري جدا أن يشوفون حل المدرسة، بالإضافة المدرسة فرضا هذا تأخر، أو حتى لو بالصيف تخلصت مدرسة وطالب نازح، مدارس جوز تأخر، وبكم محاولات جادة من منظمات مجتمع المدني، لجنة التوسيع الكاوة، أنا من ضمنهم لجنة، بدنا نحاول يعني محاولة جادة بناء مدرسة جديدة وكرفان، بالإضافة إلى الكنائس وإلى آخره. شيء سريع حتى ننقذهم مشاكل نفسية ذول الأطفال، ما المطلوب؟ أنا التقيت
بإحدى الراهبات قبل 3 أيام وطلبت منها يعني يسوون دروس تعليم مسيحي. هاي واحدة، هذا شيء جميل حتى ينشغل، اللي ينشغل بالخير ينسل. ونحن المعلمات الكادر اللي مدرستي تتبرعون ب... نتبرع كلتنا ونروح جميل. بس جميل. يعني حتى الأولاد اللي بعمر الروضة يأخذوهم، لأن أنا عايشة بعائلة والطفل يقوم من الصبح هو بالروضة، كان كل يوم يقوم من الصبح، يوم أنا أريد أروح للروضة بلي. أريد الماسير، الماسير مالتي هسا الماسير واقفة بالباب، يعني مدى طالب العفو طفل عمره 4 سنين ما يعرف شنو صح. ما ظل عنده بيت صح. فلا يعني لازم يشوفوا لهم حل سريع، إشغالهم بسواء كان مثل ما قلت تعليم مسيحي أو قاعة ومن عمر الروضة شوية يعني تتخفف الحالة النفسية بالنسبة للطفل وبالنسبة صح. للطالب وبالنسبة للعائلة، العائلة هم حالتها النفسية تعبانة. كلام سليم، حتى ننقذهم من هاي الحالة تعبانة من يعني من كل شيء، من طلعتهم من البيت تعبانين صح. حتى هم أم ترتاح، هو هم تنقذي من مشاكل الأجواء النفسية المؤلمة، ما يسمعون من كبار أطفال يشوفون فتقاع فلان قرار، لأن نعم يعني الطفل ما عنده بس ده يسمع أمه شو تقول، أبوه وداعش وبيتنا وهذه صحيح. هذه ثقافة الطفل بالمرحلة الحالية مع الأسف، ثقافة طيب. الطفل شكرا. بالمرحلة الحالية هيجي تصير. عفوا سؤال شخصي يجوز، أنت مزوجة؟ نعم. عندك أطفال؟ العازف ابني. عازف ابنك ما شاء الله. شلون شفتي قبل النزوح قبل ما تجون وضع النفسي والاجتماعي، وضع النفسي انفعاله عصبيته شو ما تلاحظين اكو فرق؟ بلي. وبعد النزوح فرق هوايه. شلون كان قبل؟ شو اسمه كان الله اسمه؟ سام. ايه جميل، فنان جميل وعزفه كان راقي. تعيش شكرا. شلون شفتي سام نفسيته قبله وبعد النزوح؟ نفسيته طبعا تكون تعبانه، يعني مو مثل بيته ومنطقته. يغيب عن البيت يعني حتى لو انتم بسكن ايجار او اي مكان مؤقت قاعدين؟ نحن بايجار. يصير عصبي عليك؟ لا. ما صاير ابد بحياته؟ لا. عاد بحياته ما صار عصبي؟ لا. سام من النوع الهادئ، سام من النوع الهادئ، بس اني حالتي النفسيه تعبانه واني اللي اصير عصبيه مو هو، يعني هو حالته النفسيه احسن مني. وابوه؟ وهو يهديه الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه سوري اسف. انت حاليا عصبيه صايره قبل اكثر من قبل؟ لان حالتي النفسيه تعبانه بسبب يعني بدون سبب تركنا البيت وتركنا المنطقه ومدى يعني عندي سام ومنو العفو سام وبهنام ونؤيل الله يخليهم الله يخليهم يعني تغيير جو. واعتقد انت بين انسانه تربويه وهادئه وطموحه للعطاء، وهذا من كلامك يعني شكرا يعني استنتجنا بانه نفس تقول يعني اتبرع اطفال الله يخليك وعليك افكار جميله ونجي. شكرا جزيلا يا اهلا وسهلا. سارة انت طالبه علم النفس، بعمارك طالبات او شابات من تشوفيهم في الاسواق في الخيام في البيوت النازحات تحديدا، شنو ابرز السوالف؟ ما يقول احنا نطلع برا ما نكافي ما شيء، شو رايك اكو شيء؟ شنو ابرز سوالف البنات النازحات؟ نقصد ابرز مشاكلهم النفسيه شنو النازحات؟ طبعا البنات اول شيء يذكروا تركنا صديقاتنا. اها اوكي. اول شيء يعني صديقاتنا سافروا وما لحقنا نودعهم، هاي السوالف اللي دائما بي. تكون نحكي بيها حتى احنا طيب. ما شفناهم. بالنسبة لي انا طالبة بالكلية كان عندي حلم اتخرج، ويوم التخرج كنا ننتظره بأحر من الجمر، سرق من عندنا هذا الحلم فجأة، الحياة اخذت من عندنا اعز شيء. على وشك تتخرجين؟ طبعا انا مرحلة رابعة. وتأجلت يعني السنة مالتش تأجلت هسه؟ لا احنا امتحنا بس ما نعرف احنا يعني رح نتخرج لو بعد، لو مو هاي الظروف كانت متخرجة طبعا يعني. هسه احنا متخرجين ومخلصين بس الحمد لله والشكر ادينا امتحانات بطريقة يعني الحمد لله. جاوبنا بالامتحانات؟ جاوبنا الحمد لله والشكر. صعبه؟ زينة بالنسبة لظروفنا زينة. شلون حصلتوا المنهج؟ يعني المنهج كتب شلون دبرتوه؟ من واحد للاخ ومن الانترنت دبرنا الحمد لله والشكر وبفضل الاساتذه اللي عندنا وتعبهم وجهودهم ادينا هاي الامتحانات وحصلنا على المنهج الحمد لله.
بس ليها ساعدنا يعني حلم ضائع بعد التخرج. إيش راح يصير؟ يعني راح نستلم شهادة وبعدين وثيقة التخرج. عنديش خوف من المجهول؟ طبعا خوف من المجهول. إحنا كان عندنا ببالنا أن إحنا كباحثين اجتماعيين نتخرج كباحث اجتماعي نفيد المجتمع. صح جميل. نقدر نساعد الناس على حل مشاكلهم. هسا إحنا عندنا مشاكل ما نقدر نحلها. لأن متراكمة علينا وتتعقد الحياة، الأيام تمر والمشاكل تتعقد أكثر. ما يعني المطلوب برأيك؟ المطلوب يعني حالنا حال الناس، حل سريع يسوونا، حل سريع نريد، يعني نطلب من الله الحل مو من البشر. أنت مثل زميلاتك فكرتي تسافرين؟ طبعا أنا أول تاري راح أسافر، لأن كل هالتعب تعبنا راح. طلعي دموعك، مسألة طبيعية، هذا حقك، انت شابة ومو مشكلة. عزيزتي بنتي سارة، هو هذا الدموع من تطلع راح ترتاحين، شيء جميل من حقك، انت شابة. دمروا ما يحترمون القيم الإنسانية، طموحاتكم الجميلة، وهي الدموع أعزائي المشاهدين تلاحظوها وماكو موضوع. أي ألم يحمل لا شعور هذه الشابة؟ أي معاناة إذا تخزن في لا شعورها؟ كلام عادي وقامت تبكي. مجرد قلت لها راح تسافرين، إذا اللا شعور قال راح انفصل عن كل ذكرياتي ونعتقد هيك هذا الفرضية. سارة آسفين، احنا عنديش تعليق؟ خلينا نشوف دكتورة تعليقها. طبعا أنا أحترم كثير دموع سارة، الحقيقة دموعها عزيزة علينا. سارة من طالباتي الجيدات الحقيقة، المتميزات. الحقيقة ما بس سارة وسام وكارمن، وعندنا طلاب آخرين كانوا يتفوقون ويتنافسون بيناتهم على الأعشار الدرجات، منه جاوب أحسن ومنه ترك فلان على الغلطة، يجون غلطوا بفلان شيء، غلطوا بفلان، يعني يتنافسون تنافس كلش كبير. كلهم كان عندهم طموح أنه يكملون، أنه يحصلون على الماجستير. فديوم دكتور يوسف يعني قلم أنه الثلاثة الأوائل بالقسم راح نعينهم، راح يصدر أعطاهم فد شيء يعني حافز أنه يتنافسون. وبدوا طلابنا ومن ضمنهم الطلاب اللي موجودين معاي، طلابي الحقيقة بدوا فد تنافس فد دراسة. كانوا يجون أيام الامتحانات يقولوا لي ما نايمين ساعتين بالامتحانات قبل ما نجي على. شكرا دكتور، أنا كلش احترم هذا كثير. ولهذا هسا يعني أنا كلش يحز بنفسي أنه سارة تطلع مثلا. خل نرجع لحالتها يعني. العفو، شكرا على ملاحظتك دكتورة، بأنه وضحتي بأنه سارة من الطالبات المتميزات، أكيد اللي يتعلم أكثر يتألم أكثر. شنو ذكرتي سارة وقامت الدموع تنزل؟ شنو بالضبط تحديدا؟ صديقاتي. وين صاروا صديقاتك؟ سافروا؟ صديقاتي نصهم سافروا ونصهم راح يسافرون. الطموح اللي كان عندنا، الطموح والتعب اللي كان كنا نحلم به، صح كنا نتعب بس نقول باكر أحلى، باكر راح يجيب أكثر. يعني كل هالتعب راح نحصد بالأخير شهادة ونحصد تعيين وفيد المجتمع. أنا حيل كان بنفسي يعني، حتى كنت أقول أروح مكانات أجمع مثلا أطفال أعلمهم. كلش كان كباحثة نفسي اجتماعية. كباحثة يعجبني أشتغل شغلي أنا، يعني القسم اللي بي يعني بواهز فتو علينا، كان كل شيء يعجبني. يعني انت برغبه رحتي لعلم النفس؟ برغبه وكل دافعيه من داخلي كان يعجبني. بس تحسين باحباط؟ هسه احس احباط شديد، بس اقول الحمد لله والشكر احنا احسن من غيرنا. الحمد لله الحياه اخذت من عندنا شيء ما كنا نتوقع راح تاخذه، بس الله راح ينطينا شيء ما كنا نتوقع راح ناخذه. وبامكانك هسه انت كطالبه مثل ما قالت الدكتوره، جنتي متميزة ومبينة من كلامك، جنتي حساسة وطيبة ومليئة بالقيم الإنسانية الجميلة. بإمكانك حسة حاليا أطفال وتسميهم مثل ما قال السنة. ولحد الآن يعجبني مثلا أروح
ألم أطفالنا زحين، هالأطفال ما لهم ذنب بهذا الشيء، شوية نطلعهم من هالجو. رحت مثلا كان أكو منظمة راح تجي مثلا برطلة أطفالنا زحين راح نأخذهم سويهم في البيت حتى تشغلوهم، حتى نشغلهم عن هذا الواقع اللي يعيشوا، شوية نبعدهم شوية، احنا ما راح نقدر نبعدهم كامل البعد بس شوية نبعدهم. نتمنى يصير هذا الشيء فد منظمة تشتغل تعمل على تجمع هالأطفال، حتى الأهالي الأهالي محتاجين أكثر من الأطفال حتى ينطون هذا الدعم، الدعم لأهلهم، كل الناس محتاجة، كل الناس الحين بحاجة إلى شوية تخفيف معاناة النفسية بالحديث الجميل بإشعارهم بقيمتهم جانب المجتمع. كل الناس محتاجة لدعم. ننتظر قبل كان حلمك قبل النزوح كان حلمك تصيرين باحثة اجتماعية، لا زال الحلم قائم؟ لو عندك حلم آخر؟ لا الحلم قائم بس مو بالعراق. تعرفين وطنك؟ وطننا مو إلنا. بعد المن؟ مو إلنا. بعد المن؟ للي يريدون يأخذوه من عندنا، يأخذوه بالقوة. أنا آخر الناس كنت أفكر أطلع للخارج، بس هسه يعني إذا يطلعونا من وطننا بالقوة شو نسوي بعد؟ إذا توفرت هنا عندك بأقليم أنتي توفرت الأجواء بالإقليم، أكو صعوبات هم تواجهنا، إحنا ما نعيش بسهولة بالإقليم. صعوبات؟ أول شيء إيجارات البيوت، الحياة الاقتصادية صارت أصعب. يعني إحنا كنا ببيوتنا مرتاحين وقاعدين هنا، جينا إيجارات. إيجارات غالية هنا. إذا رجعكم كلش غالية. إذا رجعكم أنت برطلة لو قلقوش؟ برطلة. أنت إذا رجعكم برطلة. ومع العلم أنا كنت نازحة هم من الموصل. أها. مو بس من برطلة. من الموصل. جيتي البرطلة. من الموصل. جينا البرطلة وهسا. طيب إذا رجعوش البرطلة؟ ما راح ترجع برطلة مثل قبل. ناسها راحت. كل شيء جميل بيها راح. برطلة هسا صارت صحراء. تشعرين بعقدة نفسية؟ الورود اللي كانت ببرطلة ذبلت، ما بقى شيء بعد يرجع. احنا بنينا احلام حلوة من الموصل وجينا لبرطلة ونقول يلا، بس بنينا احلامنا على حافة شاطئ على الرمل، جاء الموج واخذها. تلاحظون سارة عصام اللي تحكي وياها حاليا، طالبة صغراء على نفس على وشك كانت تتخرج، ومن خلال حديثنا وياها اعتقد انتم لاحظتوا، مو بس احنا مرات احنا نلاحظ المقابله الطيله في اجابه مقنعه. اذا ماكو اجابه مقنعه شو نسوي؟ يا بتروح تبقى الوطن؟ لا تقول انا اروح، في حين اساسا كلامها الاولاني ما مدى مفكره بتعوف الوطن. شعندي حلم باحثة اجتماعيه برغبتي رايح الكليه، كنت اتهنى بتخرجي ارتاح حتى اشعر ذا اعطي للوطن. هو ذا التعطي لمن؟ للوطن. لكن بعد فترة بعد استدراجي لكلامها بالنهاية قال أنا أعوف الوطن، في حين كان حسها الداخلي متحمسة ليشتغل لأطفال نازحين، أريد أحبهم أريد كذا، بين الليل لحظة وأخرى قالت لا. إذن هذه الاضطراب المؤلم القاسي من يعالجه؟ يعني هي تقول لك أرجو تكون آذان صاغية، إذا أرجع البرطلة عندي عقدة نفسية راح أتذكر وكلهم راحوا، يجوز مرة ثانية راح أضرب لأنه التهديد لا زال قائم والخطر لا زال قائم. إذا بقى هنا إيجار غالية أكثر من إيجارات أوروبا. يقول لك إذا برنامج سيكون أنت شو رأيك؟ يقول أنا هاي مشكلة أكبر عندنا، شو راح تسوي؟ نقول يا حكومة عراقية أنت شو رأيك؟ المسؤولين أعضاء البرلمان إذا تمثلونا أنت شو رأيكم؟ ماذا يستوجب هذا الموقف؟ حل جذري سريع. دموع هذه الشابة من مسؤول عليها؟ مبينة بنقائد تحكي ببراءة وبتلقائية وبطموح. معقولة طموح شابة راقية خريجة جامعية هكذا أمام عيننا يتلاشى مثل الشمعة للذوب؟ هذا مجرد كرأي احنا نقول، ويبقى الحديث قائم لكل من يسمعنا ويشاهدنا، والأرقام الشاشة أسفل الشاشة عن طريق هذا العناوين البريد الإلكتروني بإمكانكم تضيفون رأي، لأن نحن نريد كلنا للعقل الجماعي أفضل من الفردي، كلنا نشارك حتى
هذه الكارثة نواجهها بقوة، ورغم كلامها بالنتيجة قالت لا زال عندنا أمل. احنا كبرنامج سيكولوجي يا أختنا يا بنتنا سارة عصام، احنا نضم رأينا ومشاعرنا لمشاعرك، ونشد على إيدك على هذا الطموح الجميل، على هذه الجرأة التلقائية اللي تحكين بها بين إنسانة طموحة. لازم يعني أكثر من حلقة بكثير من الناس أقول الإرادة، التعرفين إيش تبين، الإرادة تعلم الدمعة كيف تبتسم. إن شاء الله راح تبتسمين، نطلب من الله راح تفرج، وأنت بالذات راح توصلين لأحلامك. شكرا سارة عزيزتي، شكرا. كارمن أيضا طالبة علم النفس. كارمن شعرتي من حسيتي زميلتي جاكي شيء ذكرتي؟ طبعا زميلتي سارة اللي تحدثت بي، ودموعها هي دموعنا كلنا طبعا، لأن احنا عشنا نفس الحياة ونفس المعاناة ونفس المصاعب اللي واجهتها هي، ودموعها طبعا يعني هي اللي عبرت عنا كلنا. سارة ما تحدثت عن شيء غريب عنا أو المشاهدين ما يعرفوه، هو واقع حال نعيشه يومية. احنا فقدنا أهم الحاجات اللي يحتاجها الإنسان للعيش. فقدنا الحاجة إلى الأمن، فقدنا كل الحاجات اللي احنا يعني اللازمة لنا حتى نحقق ذاتنا، اللي هي حاجة التحقيق، تحقيق الذات. احنا أهم الحاجات اللي احنا نطمح إلها فقدناها. فيعني احنا حسب مثلا هذا الأهم، هاي الحاجات اللي احنا ردنا نحققها من آها عنا. بس مع هذا أقول سارة يعني صح دموعها، وصح بس دموعها أكيد دموع قوة راح تكون. وإحنا صح نمر بوضع لا طبيعي وخارج عن إرادتنا يعني كلنا، وصح فقدنا اللي فقد مثلا مثل ما تحدثت، فقدنا حياتنا الجامعية، فقدنا بيوتنا، فقدنا كل الحاجات اللي إحنا حبيناها، ذكرياتنا، اللي بينا سافر وما قدرنا نودعه، حتى اللي بينا زملائنا سافروا وما قدروا يحققون أبسط حلم هو الشهادة. عندنا زملاء ويانا سافروا باقين على امتحان، واثنين كانوا يتخرجون ويتحققون ويتحقق هذا الحلم، منعهم الوضع فسافروا، فقدنا هاي كل الأشياء. بس زميلتي السارة قاعد راح أسافر، وانت همينة انت شو تقولي؟ هي هذا الشيء يعني احنا عشنا، أنا هم كنت نازحة من الموصل وجيت القرقوش ومرت اللخ، فإحنا دا نعيش بدائرة هجرة داخل الوطن. فهذا الشيء ما راح إحنا نحدده، بس حتى إذا رحنا وحتى إذا هاجرنا إحنا نبقى ولاد هالوطن، وأكيد راح نرجع. يعني احتمال نرجع بقوة، قوة أكبر. ترجعين بقوة يعني عندك نية تسافري؟ احتمال أسافر، احتمال. بس راح أرجع أكيد، لازم أرجع. ليش ترجع؟ ارجع، هذا وطني. راح اشوف ايش تسوي، مو تقولين هذا وطني. احتمال اني رايح احقق شيء وارجع اخدم وطني به، اللي مدى احققه هسه بالوطن اقدر احققه يعني خارج وطني، بس ارجع اخدم الوطن، ارجع اخدم بلدي اللي اني عشت به. لان وين ما نروح وين ما كان، صح هسه نعيش بهالاوضاع، بس وين ما كنا ما راح نشوف احن من الوطن. أبسط شيء هسه حتى الواحد من يقرر مثلا يسافر، أكو هاجس، أكو دموع تمنعه، أكو هواية يعني مشاعر هو يحس بيها. صح رغم الظلم اللي عشناه ودنعيش مهجرين يوميا في وطننا، بس رغم هذا يبقى حب الوطن بينا. شكرا كارمن. شكرا يعني لك. بصراحة عزيزي المشاهد، من خلال متابعتنا وانت جزء تابعت شلون ما احترمنا الجرأة والمشاعر التلقائية الجميلة. أنا لاحظت كارمن، أو بالأحرى لاحظنا كارمن كبرنامج سيكولوجي طالبة علم النفس، الجميل رأيها حكت واقع، لكن وظفت اختصاصها بآرائها، من أن تشخصت حاجة تحقيق الذات وحاجة الأمان، الحاجات الماسلو هذه، بمعنى هذا مخ يشتغل، وحرامات مثل هيك عقول عراقية دا تحب وطنها. اليوم هاي العقول تستلمها من عندنا دول أوروبية غيرها. بعد وين ليش غاب عنا قلقامش وانكيدو؟ ليش غاب عنا
هذا التراث الرهيب للعراق الوادي الرافدين. بس نحكي إذا أكو آذان صاغية كوادر علمية ألقاب علمية لتسوي بحوث ودراسات وبحوث قيمة وبلا بلا. أنا لو مكانكم من بكرة بدي هاي العقول أغريها باللي هم يريدوه بالحاجات الأساسية. إذا طربت مادتها الدراسية بحياتها اليومية هو هذا المطلوب. أنا من الناس انقهرت مثل هيك شابة تقول راح أروح أسافر، حتى لو مو قصد نسافر يعني قصد دائما يجوز أكون سفري فيه تدرس وترجع ما مشكلة، بس هي محرومة من أبسط حقوق الإنسانية، طالبة جامعية وطموحها. لعت منه هو هذا جيل المستقبل، وهذا راح يبني ويصلح ويجمل ويطور الوطن. إذا هذا الجيل الشكل العش راح يصير الأطفال القادمين. العفو أخ سامو. نعم. اي تفضل حسام، انت همينا طالب علم النفس، تعليمك اضافتك ما سمعت الزميلات صراحه مثل ما قالت دكتورتنا، يعني طموحنا انه كان انه نخلص نقدم دراسات عليا نجح نتعين بكليتنا، كان كليتنا كانت يعني كليه فتيه تحتاج كوادر بشريه. تمام. بصراحه يعني تعرف دكتور يعني انا واحد من الطلاب كان طموحي انه اكمل ماجستير، حتى لو مو بنوصل، حتى لو اروح لبغداد مثلا اقرا سنتين ثلاثه ارجع اتعين بكليتي اخدم أبناء منطقتي أخدم وطني. بس الظروف اللي صارت يعني وقفت كل شيء. يعني كنا دا نمتحن ما باقي لنا 3 امتحانات ونتخرج، وقفت امتحاناتنا. بعدين نزحنا، صار عندنا مشكلة أنه شو وقت نمتحن، زين نمتحن ما نمتحن، تتأجل امتحاناتنا. هسه قضايا امتحان دكتور وضحها إن شاء الله، وضح رتب مستقبل قريب. أخسام أنت كطالب علم النفس، نعم، بس سارة حكت لزميلاتها كان لها حنية صديقاتها بلا بلا، انت بالنسبة لك كطالب شنو اللي دتحن الى ابرز اشياء اللي تراودك تضوجك نفسيا؟ شنو تحن قبل النزوح وحاليا شنو؟ صراحة يعني بعدنا عن مناطقنا، اجواء اللي كنا بيها، واحد ملتم على الاخ دائما ويا يعني ويا بعض، تعودكم على شلة من اصدقائك. بالضبط. هسه اصدقائك ابرز سوالفهم شنو؟ يعني مشاكل النزوح، المعاناة اللي دي يعيشوها. لا هو أطلبهم شنو؟ هم من أكثر شيء يقولون يريد يسافر. أكو من يريد يسافر. أيه. أكو يريد يبقى. يقول. أنت شنو؟ صراحةني يعني متناقض. مرة أريد أسافر وما أريد أسافر. أه. يعني ما أعرف حسب. يعني ما العفو يعني المشكلة أنه نزوحنا ليش وقت يظل؟ سنة سنتين ثلاثة. هاي المشكلة أنه ما تعرف شو كده. يعني إذا نعرف شو كده تخلص المشكلة أوكي ماكو إشكال، سنة نبقى سنة هنا أوكي، بس إذا تطول بعد أكثر هنا المشكلة. عائلتكم كم واحد أنتو؟ 4. يعني رواتبكم ماشي؟ لا نعم بتجي يعني من حكومة عودة الأخيرة شوية استقريت أكثر نوعا ما إلى حد ما، استقرار صار أفضل الحمد لله. عندك شيء آخر حتى ننتقل إلى؟ شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، إحنا سمعنا أكثر من رأي، أكيد حتى نلطف الجو، مو كله بس حوارات، بس أنت إحنا واجبنا محايدين كبرنامج سيكولوجي ننقل الشيء كما هو، ننقل الرأي كما هو، ما نقول إلا هيك يسوي هذا، ما يصير يسوي هذا يسوي. حالنا حالكم كمشاهدين، نتفرج بشكل موضوعي، والذوي العلاقة أكيد جاي تطرح رأي، والرأي بمشكلة يتضمن مشكلة، أحيانا المشكلة حل جزئي، وأحيانا لازال الحل يعني المشكلة قائمة بدون حل. هذا هو هدفنا كبرنامج سيكولوجي، ننقل المشاعر النفسية والفكرية والمطالب لضيوفنا خلال عدد من الحلقات، تحديدا للنازحين، لأنه تقريبا 450 حسب دراسة معينة عندنا 450 مليون إنسان مصاب بالاضطراب النفسي على مستوى العالم، آخر إحصائية
450 مليون إنسان أصيب بالاضطراب النفسي نتيجة النازحين في كافة أنحاء العالم. نشوف الاضطراب النفسي هو ناتج للنزوح ضمن المتغيرات ضمن الأسباب، والنزوح هو سبب أساسي. إذن كليتنا مع ضعف، الأب مع ابنه، الصديق مع العراقي مع عراقي، أي كان إنسان خير، لازم احنا نشغل هؤلاء على الأقل في البداية حتى نخفف المشاكل النفسية حتى لا تتحول إلى اضطراب. الاضطراب النفسي يدمر البشر، قد يؤدي إلى مرض نفسي. أعزائي المشاهدين، بعد ما سمعتوا ضيوفنا وسمعتوا رأي برنامج سيكولوجي، عندنا معانا براء فرج، سوري آسف، عندنا العازفة المرتلة ميثم، عندنا شابة لطيفة معانا أعزائي المشاهدين هي ترتل، بس قبل ما أكيد راح نسمع ترتيلة كلمات تعبر عن ترتيلة معينة، بس قبل هذه عندك فت رأي معين، راحتك، مشاكلك، تشكين فت شيء، طلبين فت شيء عن طريق برنامج سيكولوجي أخت ميسم؟ هو أنا مشاكلي مشاكل كل واحد، يعني عراقي هسه دا يعيش بهالألم، والطلاب يريدون مدارس، واللي دا يسافر، يعني هو الواحد يعني انه غصب دا يسافر، مو كلهم دا يريدون انه هم يسافرون، جبري دا يصير، ماكو هسه شيء، ماكو شيء اختياري، يعني لي هسه من وقت طلعنا من البيت شيء اجباري كان، وهسه السفر هم دا يصير اجباري، مو اختياري، مو اختياري اصلا، ماكو بالعراق شيء اختياري، كل شيء غصبا علينا دا يصير، وخاصه انه احنا المسيحيين الكل انه احنا لانه ما نحكي فالكل يقوم علينا، يعني واحد ما يعرف شي يسوي، بعد الناس كلها صارت بقلق وحيرة، يعني اللي كان عنده فلوس واجا اجا دا يخليها ايجارات، والايجارات كلش غالية هنا، راح يقول انه اني قاعد وما اعرف، يعني حياة مجهولة هسا، راح يقول اني ليش وقت اظل اصرف واصرف واصرف وما اعرف، اريد اني هم اخذ مستقبلي ومستقبل اولادي بناتي اخذهم يسافر، يعني هسه تجي انه الناس كلها بس تفكر سفر سفر سفر. وانت ايش تفكري؟ سفر. انت يا مسافر؟ انا اصلا مخطوبة المانيا يعني. انت ان شاء الله موافقة. شكرا، ان شاء الله تروحون المانيا وبس راح ترجعون المستقبل اكيد. ان شاء الله، هو لازم كلنا نرجع، يعني الجنة بدون ورود ما حلوة، واحنا المسيحيين هم احنا الورود. فالعراق بدوننا احنا ابد ما طيب. اكيد اكيد. وان شاء الله الكل يعني يرجع ويستقر كل شيء. شايفة المانيا قبل؟ اول مرة تروحين؟ اول مرة. فرحانة تروحين المانيا. هو راح يجي؟ لا انا اروح. هو يعني يجي العراق؟ يا ريت يجي. المفروض يجي على هو فيه. قبل داعش هيجي كنت يعني مقررين انه اوكي يجي. بس اجى داعش هالثاني راح اروح. انت راح تروحين الاردن كذا غير لازم في الدولة؟ لا هو راح يجي على الأقل يشوف وضع بيتك، ما راح يسلم على أبوك على أهلك؟ هو راح يجي أكيد، يعني أكيد يعني يجي يسلم، غير هو ما يأخذ من أردن لو من بيروت مكان، لا لا راح يجي يسلم علينا على الأقل من مرحبا وسهلا. إن شاء الله، إن شاء الله تكون موفقة وسعيدة مع خطيبك. شكرا للجميع، إن شاء الله يحصل خير. إذا أعزائي المشاهدين اللي تحكي ويانا حاليا هي ميسم وهي مرتلة، وراح نسمع مقطوعة أو ترتيلة معينة. تعالوا معي أعزائي المشاهدين، راح اكيد احنا راح نسمع هاي الترتيله، ولكن كوترون داير شولي، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. للمشاركه في برنامج سايكولوجي يرجى الاتصال بالارقام الاتيه 07504513314 07702600014 او عبر البريد الالكتروني r@ishtartv.com. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين، برنامج سيكولوجي معكم، لازلنا نواصل معكم، وكنا وصلنا قبل الفاصل إلى على أساس نسمع مقطع أو ترتيلة من قبل الشابة ميسم. ممكن أخت ميسم نسمع الترتيلة؟ تفضل.
يا إله الخير أيها الرحمن اقبل منا هذه الصلاة واجعل منها يا ربنا للخطأ غفرانا للحزن عزاء ثم باركنا يا رب يا إله الخير أيها الرحمن اقبل منا هذه الصلاة واجعل منها يا ربنا للخطأ ميسم. صوت جميل وانت عندك احساس جميل اثناء الاداء، يعني فعلا انت ما كنت تغنين من الحنجره وانما كنت تعيشين كلمه، وهي من مواصفات الاصوات الجيده. شكرا مره اخرى. اعزائي المشاهدين، يبدو الكنترول الشر لنا بقانا الا دقائق معينه الاخيره وراح نستغلها. عندنا فقط عندنا 4 رسائل بس يبدو الوقت ما كفانا، راح نقرا رساله واحده بالاضافه بعض الاراء المداخلات البسيطه وراح نكتفي برساله واحده. اعزائي المشاهدين، عندنا لفيف من طلبه قضاء سنجار يقولون: نحن طلبه السادس الاعدادي من قضاء سنجار، مصيرنا مجهول، انحرمنا من الدراسه ونفتقر الى الكتب، نرجو أن توصلون صوتنا إلى الجهات المسؤولة، انقذوا مستقبلنا نحن ضائعين. لفيف من طلبة قضاء سنجار. وصلنا رسالتك، وصلنا رسالتكم أعزائي الطالبين، شكرا جزيلا لاهتمامكم برنامج. عدنا أم صفاء من سليمانية إلى الأستاذ رفيق نوري حنا المحترم، شكرا لبرنامجكم على ما يقدمه لنا زحين من الاهتمام، شكرا عزيزتي، شكرا جزيلا. أم صفاء تقول: إحنا تأخر المليون كثير، وفي وعلى أساس نستلم بالضبط أقراها كما هي بشكل شعبي، دازت عن طريق رسالة نصية موبايل. إحنا على أساس نستلم من قاعة السردة مليون، في البداية قالوا لنا رقم الهوية خطأ والكفالة ناقصة، صححنا الأخطاء ولم نحصل على أي نتيجة، أصبح شعرين ولم نستلم المليون التي نحن لم نستلم المليون التي نحن بحاجة ماسة لها، أرجو ببرنامجكم أن توصلون مشكلتنا إلى المسؤولين. أم صفاء المستمانية، يعني بصراحة في أكثر من حلقة أكدنا على قضية المليون، يعني هذا نازح، إذا أدى مشكلة بس الجوهر واضح، تفاصيل روتينية ما موجودة، يعني على الأقل شوية نراعي
يعني واحد عنده هوية ما موجودة بالموصل بس عنده شهود عنده وثائق أخرى أو هي قلت لها يابا جيبي الكفيل وصحي رقم الهوية هم قوليوها غير وقت زين إذا عزيز نتمنى تكون أذان صافية وحال المشكلة أعتقد يعني قاعة سردم المسؤولين اللي في قاعة سردم نتمنى أن يهتموا بهذه المشكلة اللي لأم صفاء وإذا عندكم موظفين ناقصين أعتقد بالعشرات بالمئات راح يجون يساعدوكم لأنه مشكلة النازح ولو هذا المليون المخجل على الأقل راح يصير ثغرة نتمنى أن يساعدوها تحل مشكلتها أنا فقط رسالة راح نقرأ هي مشكلة سمت نفسها نحن دائما نقرأ المشاكل الخاصة بأسماء مستعارة حفاظا على أسرار المشاهد شادية عندها مشكلة تقول يا الأستاذ رفيق مريحنا المحترم تحية طيبة لبرنامجكم الرائع شكرا جزيلا أخت شادية تقول شادية أنا موظفة ساكنة في عنكاوة مشكلة صديقتي وافقت على شخص قادم من باريس على الزواج رغم أنا متأكدة من أنها لا تحبه إطلاقا قلت لها لماذا وافقتي بالزواج على شخص قادم من باريس وأنت لا تحبيه فقالت كرهت ما واجهنا وكرهت بيتي وكرهت حتى كل ما يتعلق بي أريد الهروب كفاني أعيش فقيرة ومحرومة من أبسط حقوق الإنسانية فماذا تقول ماذا يقول برنامجكم على هذه الحالة يا أستاذ رفيق شادية صديقة جيم أو فاء جيم فاء كاتبة لي صديقتها يعني أنتوا لاحظتوا دكتور أنت باختصاص علم النفس تقول واحدة من ضيف الصديقات البرنامج دازلنا رسالة تقول صديقتي سمعت الرسالة تروح لباريس وهي ما تحب شخص بتري تتخرج بس تتخلص من النزوع من مشاكل هي ما تحب بس هي تريد تروح لباريس رايك هاي تحل المشكلة بمشكلة أكثر إيه نعم نعم رأيي دكتورة تفضلي رأيي إنه ده تحل بمشكلة بمشكلة ما تتعالج مشكلة أنت تهرب من واقع إلى واقع آخر أشبه بمغامرة أشبه بانتحار ما تعرف شنو هو المجهول مجهول كلام صح. الزواج ما بهالصورة هذه لأنه شروطه لأنه اتفاق واتحاد قلبين مع بعضهم فإذا الهروب إلى مجهول أشبه بمغامرة ما تعرف إيش راح تسوي بيها فلا خلي تتروى خلي تتأنى الحياة تتطلب تضحية تتطلب أنه نعيش هذه الصعوبات لكن إن شاء الله ينتظرها مستقبل أفضل مع شخص يستاهلها ويستاهل أنه تنسعد معانه لكن في هالحالة ما أعرف يعني هذا الشخص إيش راح تشوف إذا كان متزوج إذا كان عنده علاقات إذا تقدر تعيش تتفاهم أفكار توافق نفسي اجتماعي فكري فهذا كله مجهول وما أعرف أنا نصيحتي أنه لا تتريت شوية ولا تستعجب القرار أكو فرص أخرى لا. شكرا دكتورة إذا عزيزي المشاهد مثل ما سمعت رأي ضيفتنا الدكتور أحلام اللي هي اختصاص علم النفس يا شادية سمعتي رأي ضيفتنا احنا نقول لشان مينا بالإضافة نعزز رأي الدكتورة لازم ما تستعجلين لأن وقت محدد بسرعة راح نجاوب أكو فرق بين اللذة الخارجية والسعادة الداخلية اللذة الخارجية مؤقتة قد تنتهي يعني إنسان يتشبع من كل شيء حتى لو عندك 3 عمارات وعايش بأرقى فندق بباريس سنة سنتين ثلاثة من طبيعة الإنسان يتشبع من كل شيء 4 5 شبعت من كل شيء فحسين أنت داخلش مو سعيدة فحسين هذا مو شخص اللي راح تنهزميني غير شخص إلا أنت تتكلمين عن نفسك لكن السعادة الداخلية إنسان يعيش مع شخص حتى لو بكوخ وبصل طماطة يحس بداخله من ده يبتسم من داخل ده يبتسم من ده يعيش أصالته ده يبتسم هذا الإنسان الأصيل كل شيء ينباع ينشري القلب والعقل لا تنباع ولا تنشري هذا كل ما عدنا نجي أخيرا عزيزي المشاهد إلى ضيفتنا براء خشوف شنو مداخلتها براء فرج كلية الطب مرحلة 5 براء أنت طالبة كلية الطب
شنو انطباعاتك على ما سمعتي حاليا هاي المشكلة المدنية أو مشكلة النازحين؟ تعتقدين أبرز مشكلة أنتو طالبات طب شنو أو بشكل عام النازحات صديقاتك؟ هو بشكل عام إحنا مشكلتنا يعني كمشكلة كل النازحين، وكل النازحين يعني بغض النظر عن الفئة العمرية أو عن يعني شو ما يكون الشخص عنده معاناة، لكن إحنا كطلاب بصورة خاصة يعني عانينا ما عانينا، خاصة إنه اللي صار كان خلال الامتحانات، فالامتحانات ظلت يعني عن نص، سوينا نصها وظل الباقي. فهسه الحمد لله مشكلة الامتحانات يعني كانت هم ونزاح وكملناها. فهسه أكو شيء قوي جدا برطلة لو قلقوش. نعم قرقوش كان شيء كلش اثناء الدراسه او في البيت او في الشارع انت قبل النزوح كان عندك فد شيء كلش ترتاحي له وضاع من عندك؟ اكيد هي مجرد احنا نذكر اسم منطقتنا يعني قلوبنا تنعصر ودموعنا تنزل. فاحنا يعني بيوتنا تركناها وغرفنا وكل شيء يعني كل شيء ضاع من عندنا. هذا بشكل عام، بس بشكل خاص كان عندك مشروع معين فد اتفاق معين مع زميله مشروع او شيء ضاع من عندك؟ أنا يعني هدفي كان أصير طبيبة وأخدم المجتمع، يعني الطب هو مهنة إنسانية فكان هذا هدفي يعني. فهسه يعني نريد نكمل حتى نوصل لهدفنا، إحنا لازم نكمل، فنريد أحد يسمعنا يساعدنا إنه نكمل حياتنا. يعني إحنا توقفنا فنريد نكمل، إحنا عندنا سعي وعندنا إرادة ونريد نكمل، فلازم أحد يسمعنا. يعني اهتمام متشائمة متفائلة؟ لازم نتفائل. لازم يكون عندنا تفاؤل. جميل. لازم يكون عندنا أمل، بس لازم أحد يسمعنا وحتى نقدر إحنا نكمل. كطالبة طب مرحلة ثانية وأنت نازحة، آخر سؤال نتحول إلى يوسف. لا قبل آخر سؤال يلا نتحول آخر سؤال. أنت برأيك كطالبة شو اسمه شنو أكثر شيء يزعجك يسويك عصبي؟ أكثر شيء من قبل الرجل ولا المرأة؟ أكثر شيء يسويك عصبي كطالبة طب، أكثر شيء يسويك عصبي شنو؟ إنسان فضولي، إنسان كذاب، أي شيء يسويك عصبي كثير؟ ها؟ النفاق. النفاق، تكرهين النفاق؟ شون؟ تكرهين النفاق؟ ضدين النفاق؟ نعم أكره النفاق. أنت عصبية؟ لا. مو عصبية؟ لا. شكراً. شكراً. يوسف، تعليقك؟ أنا تعليقي حسب اللي قال قبل يعني قبلي هو كافي وافي. اللي دنا عايشة حاليا هو ظرف صعب إلنا يعني على عمرنا، على اللي أصلا اللي أكبر من يمنا، حتى ما حد ما أصلا ما قدر يعني يتحمله. هو يعني يحتاج لتفاهم، يحتاج للصبر، تحدي ويا واحد ويا روحه، لأنه هو شو ما كان أنه سقطت مثلا محافظات بحرب إعلامية وحرب نفسية، نفس الشيء هي من نفوذ تسقط حرب نفسية يعني. العراق ده يخسر كل يوم، ده يخسر عقليات، كلها تهاجر برا، ما حد ما ده يدور عليهم اصلا يعني. والباقيين هنا اذا ما صار حل يعني انه يا دوام لو ماكو، فانا اعتقد انه نصهم راح يطيرونهم برا. كلامك صحيح. ويعني حسب اعتقادي انه ما هي خساره للمهاجر، هي تكون خساره للدوله اللي ده يهاجر عندها اكثر ما هي خساره للمهاجر، لانه المهاجر راح يشوف بعدين حياته يعني مو مشكله اوكي صح. بس الدوله زحمه انه تعوض بعدين اللي دين فقد واللي شو تحب انت العفو اخ يوسف، انت طالب مرحله ثانيه طبيه. نعم. فكر يا نوع يا قسم يا فرع من الطب راح تاخذ، طب اسنان طب شنو؟ صراحه ما اعرف، ما مفكر بالموضوع لانه فكر. لا مفكر تسافر؟ انا اصلا كنت بامريكا يعني قبل ما تصير ورجعت. اي يعني رجعت 2/8 و6/8 يعني احنا طلعنا يعني. يعني ما اعرف انا يعني كنت اقدر مثلا ابقى هناك بكل سهوله. انت من كنت امريكا اعتياد راح ترجع لعد. لا كنت اقدر ابقى يعني عادي، بس قلت يعني كليتي وطن واهل وهنا اكيد اطيب من برا بهواي يعني. اللي كنا نعيشه باي منطقه من مناطق اللي كان قرقوش او سهل نينوى ما كان يعني يقدر بمال او يقدر كمنطقه، كانت مشاعر كانت فشي كلش طيب. أوكي. لحد الآن ما نفكر أنه طلع له، لا ده شوف يعني نصبر على هالوضع والله كريم، بس أكيد إذا ما صار فتحل سنة سنتين. كلمة أخيرة، متفائل؟ متفائل أكيد. جميل، شكرا. الله كريم. أعزائي المشاهدين إذا تلاحظون يعني أنتوا سمعتوا وسمعنا كثير، الآراء بشكل عام كانت متنوعة ومختلفة وجميلة وقيمة وطبيعية وتلقائية، هذا المطلوب. أي موضوع
أعزائي المشاهدين أحبتي أصدقائي متابعي برنامج سيكولوجي كمشاهدين، أي مداخلة عندكم، أي رأي، حتى تعقيكم على رأي أي ضيف أو ضيفة من ضيوفنا الأعزاء، بإمكانك تدزلنا عن طريق أرقام اللي تشوفوها بأسفل الشاشة والبريد الإلكتروني، وعن طريق الرسالة النصية تقريبا طبعا عن طريق موبايل، أي شيء عندكم. وإحنا نقول للاتصال بالبرنامج أو للمشاركة في البرنامج، هذا لا يعني برنامجنا مباشر، لأن مباشر كل مشكلة لازم نقول لك تسلسل العائلة وأي واحد عندنا فلان مشكلة، تسلسل العائلة حليب قواطي شارب لو حليب الأم كثير ما يصير، يعني رسالة واحدة لك برنامج يخلص. لذلك احنا نسوي عن طريق الرسائل، إذا مشكلتك متعلقة بالطب النفسي راح نحاول أطباء نفس عندنا هواية زملاء يجاوبون على رسالتك، وإذا متعلقة بالتربية وعلم النفس قدر إمكانياتنا المتواضعة تجاوبك، وبإمكان أي باحث نفسي واختصاص نفسي وعلم النفس بإمكانه أيضا هو يعقب يضيف، لأنه ماكو شيء كامل بالحياة، لأنه هناك نقص الفنان يعمل من أجل ملء هذا النقص، الرجل الديني يعمل من أجل ملء هذا النقص، وهكذا السياسي وكل شرائح المجتمع. بما أنه ماكو شيء كامل أكيد برنامجنا به نقص، ربما تقصير، ربما أي ملاحظة ما ذكرناها على أي ضيف عندك، سمعت آراء كل ضيوف الموجودين عندنا، تعقيب مداخلة نقول لك بهاي العين وهاي العين، بس أتمنى تكتب عنوانك واسمك الثلاثي من يا محافظة، وإلا تهم رسالة نقول لك عذرا. شكرا لإصغائكم، وأعزائي المشاهدين لم يبقى لدينا بكنترول ليأشرني انتهى الوقت بالنتيجة، يبدو دقيقة الأخيرة أو 30 ثانية باقي لي، عند الدكتور يوسف تعقيب ممكن تعطي مايك، الدكتور يوسف فرانسيس هو أستاذ جامعي، عند تعقيب أخير فضل دكتور. تعقيب أخير من خلال فضائية عشتار، كتلة نقاط أساسية بالنسبة لأخوتنا الطلبة زملائنا الأساتذة، أدوا ما كان عليهم، المرحلة القادمة محتاجة جهد كنسي حكومي، إن كان في الإقليم وإن كان في الحكومة الاتحادية، تكاتف الجهود من أجل أن طلبتنا يستمرون بدراستهم، محتاجة قرارات استثنائية، ما محتاجة كتابنا وكتابكم، هذه ما تفيدنا في المرحلة الحالية. يعني حكومة الإقليم عليها الواجب الأكبر من خلال تنسيب ونقل الطلبة بالأخص الكليات، يعني حكومة إقليم تخاطب إقليم كردستان، تخاطب العراقية، لا لا يعني الطلبة، احنا صدر قرار من وزارة التعليم ان فتحوا به المجال انه بإمكان الجامعات تستضيف بالتنسيب أو النقل، ممكن تقديم التسهيلات اللازمة لطلبتنا الأعزاء بالأخص طلبة الطبية الهندسة، هذولا ما عدنا أي يعني أي كليات في وين يسجلون أساميهم، يعني بدأ تنفيذ، ممكن تجي تعليمات صادرة فيه تجيكم تعليمات من خلال جمعية حدياب في خلال جامعات الأخرى. النقطة المهمة الأخرى اللي عتبنا ما أعرف يعني هو رأي ورأي الأغلب من شعبنا، نعم فضل، أنه تكرار مأساة شعبنا من خلال شاشة فضائيات عشتار مشكورة دا تنقل المعاناة صحيح، لكن هاي دا تحبط معنويات شعبنا، دا تحبط معنويات شعبنا يوميا، دا نشوف عائلات تهاجر البيحة، واليوم بحدود 6 عائلات في 108 هاجرت بحدود 46 نفر، فحبذا إذا بيها مجال، قصدك بالشاشة دا نطلع كعشتار ذو دا يهاجرون، لا لا العشرة. يعني هاي يعني اللقاءات صحيح هي زين اللقاءات، ممكن تغير يعني المنهاج فد يعني ك يعني فد برامج اخرى، انه برامج يمكن توعويه، برامج للاطفال، برامج لل، وهذا برنامجنا، ممكن هذا دا يخدمنا، هذا واحد من البرامج، برنامج مال استاذ توفيق مال يعني برنامج عراقيون، يعني عندنا برنامج لقاء خاص اللي كان بينه سيدنا بشار وردة من خلال بطاقة العائلة، يتحلنا مشاكل كبيرة جدا، فهو أملنا وأمل الغالبية من شعبنا أنه هذا الأسلوب
يتغير نحو الأحسن. قصدك أنا الأوان الكل يعمل من أجل مزيدا من التفاؤل، كفانا التشاؤم، مزيد من التفاؤل ومزيد من العمل من أجل نجذر أكثر ونبقى. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور. بالمناسبة طبعا هم تعقيبا على هذا، أكيد كل لكل قناة لها سياسة معينة، لكن لاحظتوا بالمقابل دكتور حتى ننهي قبل ننهي البرنامج فالتعقيب صغير أيضا، إن هذا ملاحظتك كانت مهمة، لأنه كثير وإحنا ما نقول نتهم، فقط هي ملاحظة إحنا ما منحقنا بشكل محايد، قلما سلط الضوء تحديدا على النازحين المسيحيين على مستوى القنوات الضخمة، يعني 10 اعتدي عليهم من غزة، نحترم كل الاحترام أهل غزة، بأرقى القنوات اهتموا، لكن ما صار هذا الاهتمام بنفس المستوى. فنضطر قناة أشتار، تصوراتنا يعني كسيكولوجي، هذا مو رأي الإدارة، إدارة أشتار، هذا مجرد من رأي برنامج سيكولوجي، قد يكون أنت هذا رأيك تخاطب الإدارة راح تجاوبك إجابة ربما أخرى، بس إحنا نستنتج ضروري الضغط الإعلامي على كل المعنيين، إذا ما نسوي ضغط يومية يومية منو ده يهتم بالمشاكل المسيحيين حاليا؟ قلة من الفضائيات، وعن أعلنها أنا بالنسبة لي نلاحظ من خلال ملاحظة فعلية، يعني أقول ما نريد نسمي كثير من قنوات مهمة لها دور فعال حتى في تغيير كثير مسائل بالظواهر الاجتماعية العامة في الوطن العربي أو في العراق، بس إحنا ما شفنا لقاءات مهمة، برامج سهرة مهمة عن نازحين المسيحيين. هذا وإلا رأيك بشكل عام، إحنا معاك كشعاعك بشكل عام، لازم كفانا دائما نذكر الإنسان أو النازح بالألم، ألم ألم، شوية ابتسامة شوية نكتة شوية تغيير جو شوية، يعني اللي ديت تخطب اليوم بكرة تتزوج خلوها شوية تفرح، حتى أصدقاء يجون يفرحون، ما يقول نازحة نازحة مو وقتك، خلينا نغني نرقص شوية كافي يعني. أولا هذا كل ما وعدنا أعزائي المشاهدين، في النتيجة نقول لضيوفنا الدكتور يوسف فرانسيس أستاذ جامعي شكرا جزيلا لتلبيتك ولتلبيتك دعوتنا، والدكتورة أحلام عواز أستاذة جامعية أيضا شكرا، والتربوية رائدة إيشوع مية تل أبيب وسارة عصام نتشرف بجيتك ودموعك كانت كلش صافية وأثرت علينا، وأيضا كارمن لوثر أنت ذكية ربطتي منهجك برأيك الاجتماعي، وسام صبحي كلية التربية علم النفس أيضا، يا سام شكرا على رأيك، وأحيانا كنت بتبسم ابتسامة جميلة تلقائية أثناء الحديث كنت ألاحظك، ونشكر المرتلة الجميلة الروحي والشكل والصوت يا ميسم زهير، وأكيد شكرا اللي اجانا اليوم مرافق كان عازف بسام نوئيل، بالاسف لسبب تقني ما قدرنا ننفذ، ان شاء الله في المستقبل القريب راح ينفذ هذا الشيء ايضا، ولدكتورتنا في المستقبل براء فرج نقول لك الف شكر، واخيرا زميلي يوسف نمرود ايضا ثناتكم كليه طبيه، الله يوفقكم ونتمنى لكم مزيدا من النجاح، وإلكم ضيوفنا الأعزاء باسم قناة أشار الفضائية جميعا نقول لكم باسم برنامج سيكولوجي شكرا جزيلا لتلبيتكم لدعوتنا، شكرا جزيلا. وأخيرا أعزائي المشاهدين هذه تحية المصور جوهان، وعليا ليساعدنا أيضا في مهمة أخرى بالإضافة عند الصوت والإنارة زميلنا سيف، وهذه تحية زميلي المخرج روني أبريم، وهذا رفيق مريح حنا معد ومقدم البرنامج يحييكم، تحياتنا لكم، نلتقيكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.